هندسة في الفترة القادمة. أنا بشكرك جدا دكتور جمال، وحان الآن الوقت مع دكتورنا الفاضل دكتور محمد صبور، مستشار تدريب وتطوير وقيادة الابتكار المؤسسي، كلمة بعنوان إطار عمل متكامل لتحسين تجربة المتعلم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا بالسادة الحضور، أهلا وسهلا بالدكتور جمال السعيدي رئيس الملتقى، أهلا وسهلا يعني بأيقونة الملتقى الدكتور هشام سليمان، والشكر موصول للدكتور عائد القحطاني اللي قدم المشاركة السابقة. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، ويسعدنا أن نتحدث معكم من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. كل عام والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا مصر والإمارات وكل الدول العربية بأعياد وطنية سعيدة مديدة مجيدة، اللهم أمين يا رب العالمين. نشرف بحضراتكم اليوم في لقاء مميز بوجودكم وتفاعلكم ومشاركتكم وحرصكم بعنوان إطار عمل متكامل في تحسين تجربة المتعلم. نسمي بسم الله. معكم أخوكم الدكتور محمد السيد سرور، مستشار التدريب الإداري والقيادي والابتكار المؤسسي. يعني لي لوجو كده، يعني في اسمي وفي صورة وجه، وهذا الوجه يعني بيدل على الرؤية، وأيضا المصباح يدل على الكرييتيف ايدياز، على الأفكار الإبداعية والتي ليس لها قيمة إذا لم تترجم إلى خطة عملية وهي الترس. ولي ايضا سلوغن، يعني شعار، وهو unleash your full potential، يعني اطلق كامل قدراتك وامكانياتك، بحيث ان احنا بنسعى في برامجنا التدريبيه والاستشاريه ان احنا نطلق كامل قدرات وامكانيات من نقدم لهم التدريب والاستشاره باذن الله عز وجل. I am learning and development professional، محترف تعليم وتطوير. I have professional doctorate in business administration، حاصل على الدكتوراه المهنيه في اداره الاعمال. I am certified trainer from Canada Global Center and I have IMS metrics in instructional design، مدرب محترف بمنهجية الIMS من المركز العالمي الكندي، وحاليا بستعد لأحد الشهادات الاحترافية في مجال الابتكار المؤسسي من جيني انيوت، نسأل الله التوفيق والسداد. رحلة التعلم أو learning journey اللي هي محور موضوعنا اليوم، أو تجربة المتعلم. يعني لو حنعرض على حضراتكم هذه الرسمة، يعني ماذا نستشف من هذه الرسمة لو البداية من اليسار إلى اليمين؟ رحلة المتعلم بتبدأ من ماذا؟ من التعارف والترحاب، ثم انتقالاً بالاختبار القبلي اللي بيتم في بداية أي برنامج تدريبي أو أي بداية عام دراسي، اللي هو عبارة عن diagnosing test، اختبار تشخيصي بالمعلم أو المدرب على مستوى متدرب، ثم ينتقل البرنامج إلى عرض أهداف المحتوى التعليمي أو التدريبي بعرض جدول التعلم، ومن ثم يبدأ العمل والاندماج في فرق عمل، ثم عملية الإنتاج المعرفي التي يقدمها المتعلمون بأنفسهم، انتقالا إلى توثيق رحلة التعلم مروراً بالأنشطة ودراسات الحالة والتدريبات، حتى نصل في النهاية إلى الاختبار البعدي أو النهائي للمعرفة، أو يعني استلام الشهادة أو الحصول على نهاية البرنامج. هذه رحلة، أليست هذه رحلة؟ كما لو أحد منا أراد أن يأخذ سيارته من الرياض إلى مكة للعمرة، فبيمر برحلة، وهذه الرحلة بيكون لها بداية ولها نهاية، وحتى يصل إلى النهاية بيكون في محطات بيمر فيها. هذه المحطات لابد أن تكون بمثابة متعة له، حتى يصل إلى وجهته بكل أمن وسلام وهو مستمتع برحلته. لذلك العملية كذلك رحلة، تبدأ من بداية العام الدراسي أو بداية البرنامج التدريبي كمدربين، انتهاء بآخر محطة وهي محطة الاختبار البعدي وتسلم الشهادات، أليس كذلك؟ لذلك برنامجنا اليوم بيتكلم عن هدف واحد جدا مهم، وهو أن يستمتع المتعلم برحلة تعليمية مبهرة قائمة على دمجه في تجربة تعلم فريدة باستخدام تقنيات تلعيبية عميقة متمركزة حول المتعلم. كيف نصل إلى هذا الهدف؟
لدينا ثلاثة محطات. المحطة الأولى ابتكار innovation، المحطة الثانية engage ربط، المحطة الثالثة involvement دمج، والمحطة الرابعة والأخيرة هي immerse غمر. كيف نبتكر وكيف نربط وكيف ندمج وكيف نغمر المتعلم في رحلتنا؟ هذا حتى نجعل رحلة المتعلم فعلا رحلة تعليمية مبهرة. الابتكار أي ابتكار محتوى تعليمي يناسب المتعلم ويحقق نواتج تعلم ملموسة. والربط أي ربط المتعلم برحلة تعلم ممتعة. والدمج أي ربط المتعلم تعلم ممتعة له أيضا. ثم أخيرا إلى المحطة الأخيرة وهي الغمر، وهي أن نغمر المتعلم أو نغمس المتعلم في تعلمه قبل وأثناء وبعد البرنامج التدريبي. هذه هي محطتنا الأربعة اللي حنتعرض فيها مع حضرتكم بإذن الله حتى نصل إلى آخر الرحلة بأمن وسلام ومتعة واستفادة. جاهزين يا جماعة؟ شدوا الأحزمة ونسمي بسم الله وننطلق مع الرحلة ونمر بأول محطة وهي محطة تجربة المتعلم. المحطة الأولى نحن نتعرض ليها هي محطة تجربة المتعلم Learner Experience، والمحطة الثانية هي التفكير التصميمي Design Thinking، والمحطة الثالثة هي التلعيب Gamification، والمحطة الرابعة والأخيرة هي Deep Learning التعلم العميق. هيا بنا نشد أحزمتنا وننطلق في أول محطة وهي محطة تجربة المتعلم. يمكن سمعنا قبل كده عن تجربة المستخدم، عن تجربة العميل، ويمكن أول مرة نسمع عن Learner Experience. في حد سمع قبل كده عن تجربة المتعلم قبل ما يصل إعلان هذا الملتقى؟ مشكورين اللي سمع قبل كده عن مصطلح تجربة المتعلم يكتب في التشات بوكس رقم واحد. خلينا نشوف كده المتابعين معانا مشاركينا ولا لا. اللي سمع سابقا عن تجربة المتعلم قبل أن يصل هذا الإعلان يكتب في التشات بوكس واحد، واللي ما سمع يكتب رقم اثنين. اثنين دكتور جمال، الأخ يوسف سمع، فايزة أستاذة فايزة، آيفون ما سمع، أستاذ عائد، دكتور جهاد، دكتورة فضة. يعني غالبيتنا يا جماعة ما سمع عن هذا المصطلح وهو Learner Experience تجربة المتعلم. لذلك هي فرصة إن احنا نتعرض مع حضراتكم عن هذا المصطلح الجديد. احنا يمكن سمعنا عن تجربة المستخدم، وأنا شرفت بتدريب أحد الوزارات في رمضان الماضي وكان عندهم قسم كامل متكامل اسمه تجربة المستخدم، حاجة ممتازة جدا، حاجة رائعة جدا. أو تجربة العميل، يمكن سمعنا عنها في مجال التجارة، في مجال الصناعة، في مجال الخدمات. أما في مجال التعلم إن إحنا نسمع عن مصطلح المتعلم، لعل هذا شيء جديد بالنسبة لنا شوية. طيب خلينا نتعرف، ما المقصود بتجربة المتعلم؟ ما المقصود بتجربة المتعلم؟ وما هي المحطات الرئيسية أو المكونات الرئيسية لتجربة المتعلم هذه؟ طيب عندنا خمسة أو ستة محطات رئيسية. المحطة الأولى هي الاحتياجات. تجربة المتعلم باختصار حتى نصمم تجربة متعلم متميزة لابد عندنا تلمس للاحتياجات اللي احنا بنسميها في عالم التدريب Training Needs Analysis، اللي هو تحليل الاحتياجات التدريبية. يعني لابد أن أنا أتعرف ما هي احتياجات المتعلم، ما هي رغباته، ما هي طموحاته، ما هي تطلعاته، تمام؟ لذلك من المهم أن احنا فعلا يكون عندنا وسائل وأدوات نصل فيها إلى تحديد الاحتياجات التدريبية أو التعليمية. هذه هي الخطوة الأولى حتى نصمم تجربة تعلم فريدة ومتميزة للمتعلم. الخطوة الثانية أن احنا نتعلم كيف نضع الأهداف اللي تغطي هذه الاحتياجات وتلبيها. الخطوة الثالثة هي عملية صناعة المحتوى
اللي يتناسب وتحقيق هذه الأهداف اللي احنا بنسميها الأكشن بلان، ثم نأتي أو عفوا اللي هي صناعة المحتوى اللي هو الكونتنت، ومن ثم نأتي إلى عملية التصميم، تصميم المحتوى اللي هي الانستراكشنال ديزاين اللي الحمد لله الواحد متخصص فيها، ثم نأتي إلى عملية المنصة والديليفرينج الكورس أو توصيل المعلومة فيس تو فيس سواء اون سايت أو أونلاين. فهنا نأتي إلى عملية إيصال المحتوى أو توصيل المادة العلمية سواء عبر القاعات الدراسية أو كما نحن الآن عبر وسائل التواصل عن بعد. ثم نأتي في الأخير إلى خلق مجتمع تعلم مهني يندمج فيه المتعلم، يتعلم فيه من الأقران، يتعلم فيه من زملائه، يتعلم فيه من المشاركة ويعلم غيره أيضا. هذه هي المحطات الستة التي يمكن نصل بها إلى تصميم رحلة أو تجربة متعلم ناجحة بإذن الله عز وجل. لدينا أيضا في هذه المحطات الستة كثير من التفاصيل. المحطة الأولى لو بدأنا من على اليسار هكذا هنجد إن إحنا لابد إن إحنا نكتشف أو نتعرف أو نفهم احتياجات المتعلم، وهنا إحنا بندور على general problem يعني مشكلة، بنحاول نكتشف إيه هي المشكلة الرئيسية أو العامة أو المشتركة أو common problem اللي بيعاني منها المتعلمين. الخطوة الثانية ننتقل إلى تحديد لب المشكلة وأساس المشكلة اللي هي specific problem اللي فيها بنحاول يكون عندنا رؤية مستقبلية تعريفية بالمشكلة ووصفها وتحديدها. ثم نأتي إلى المحطة الثالثة وهي curate اللي بننظم فيها وبنختار أهم التعليمية اللي هتساعدنا في بناء المحتوى التعليمي اللي هيردم الفجوة بين المستهدف وبين الوضع الراهن للمتدرب أو للمتعلم. ثم نأتي إلى المرحلة الرابعة وهي develop، نطور وننمي ونحسن ونعمل optimization للearner experience، نقدم حلول تقنية، نقدم حلول أدوات ملموسة، نقدم حلول تجمعات تعلم مهنية وغيرها من الحلول اللي تناسب إن احنا نطور فيها learner experience تجربة المتعلم. ثم يندمج المتعلم في عملية التعلم ونسهل له عملية التعلم ويكون هناك اندماج ومشاركة وتعلم من الآخرين، ونأتي في الأخير إلى عملية التطوير اللي فيها يستطيع المتعلم أن يعطي فيدباك فنحسن نحن ونطور نحن في محتوانا التعليمي والتدريبي. هذه هي الخطوات الستة بالتفصيل وبالاختصار سابقا في عملية learner experience تجربة المتعلم، بمعنى أن نضع المحتوى التعليمي بناء على احتياجات المتعلم والمشكلات اللي بيعاني منها المتعلم، وننقل أو يعني نقدم المحتوى التعليمي بما يقدم حلول تساعد المتعلم على تجاوز التحديات اللي بيواجهها حتى يستطيع المتعلم أن يتعلم بالشكل الصحيح، ومن ثم نأخذ الفيدباك من المتعلم حتى نطور ونحسن في رحلتنا التعليمية والتدريبية. نأتي إلى المحطة الثانية وهي محطة الديزاين ثينكينج، التفكير التصميمي. هل سمعنا سابقا عن هذا المصطلح؟ اللي سمع سابقا عن مصطلح التصميم التفكير التصميمي الديزاين ثينكينج يكتب في الشات بوكس رقم 1، واللي ما سمع يكتب رقم 2. دكتور ثالي وننتظر بقية المشاهدين. دكتور جمال كتب رقم 2، دكتور غالية، دكتور فيت. إيه يا جماعة أنتوا بتشجعونا ولا إيه؟ أنتوا عايزين تحمسونا يعني؟ مش معقولة من جد؟ الله يعطيكم العافية، شكراً طبعاً، هذا تحميس والتشجيع منكم، ولكن ما شاء الله يعني أنتم أهل العلم وأهل المعرفة وممكن نتعلم ونستفيد، الله يحفظكم. التفكير التصميمي أو design thinking هو باختصار يا جماعة، التفكير التصميمي هو عبارة عن عملية القرن 21 اللي تحدث عنها الدكتور عادل القحطاني، وإن احنا فعلا نصل إلى عقلية مبتكرة في الفصل والمدرسة وفي العمل،
يعني الابتكار وعقلية الابتكار والإبداع ليس فقط يعني قصرا على المعلمين ولا على الموظفين، ولكن أيضا على الطلاب. فكما تعرفه هيئة ستانفورد للابتكار الاجتماعي، إبداعي اللي هو التفكير التصميمي، هو أسلوب أو منهج إبداعي لحلت يبدأ من المستفيدين أي المتعلمين اللي هم الطلاب أو المتدربين الذين نصمم الحلول لهم. يعني خلينا نقول هو متمركز حول المتعلم، بيبدأ من المتعلم ويتمحور حول المتعلم وينتهي بحلول جديدة تم ابتكارها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المتعلم. يعني المتعلم هو محور العملية التعليمية. نجد في التفكير التصميمي الخطوة الأولى اللي هي بالوسط اللي باللون الأصفر، هي التعايش أو التقمص اللي احنا بنسميه empathize. التعايش أو التقمص يعني باختصار إن أنا بتقمص دور الطالب أو المتعلم. يعني put yourself in his shoes، يعني حط نفسك مكانه وأنت مكانه كده على الديسك هذا الطالب. ماذا يتمنى ويأمل ويطمح هذا الطالب في الدرس وفي العرض التدريسي والتعليم اللي يقدمه المدرب أو المعلم؟ ماذا يرغب أن يجد المتعلم خلال رحلته التعليمية؟ ما هي المحفزات اللي هتساعده وهتخليه يتحمس ويشارك؟ هذا هو التعايش أو التقمص. ثم نأتي بعد ذلك إلى تحديد المشكلة على اليسار باللون الأحمر، يعني نحاول بقدر الإمكان نصل إلى المشكلة الأساسية والرئيسية منها المتعلم. يا هل ضعفه في المنهج؟ يا ترى هل هي البيئة اللي بيدرس فيها المتعلم ليست مناسبة وليست محفزة ويعني تقليدية؟ يا ترى يا ترى يا ترى نستطيع ان احنا يعني نترك المجال للبرين ستورمينج سيشنز، لجلسات العصف الذهني، حتى نصل الى اكثر من افتراض ومن ثم توليد الافكار وتصور الحلول. وهذه الخطوة الثانية اللي على اليمين بالازرق، نحاول بقدر الامكان في جلسات العصف الذهني نصل إلى حلول لهذه المشكلات اللي حددناها، مشكلة مشكلة. ثم نأتي إلى الخطوة الرابعة، وهي خطوة مهمة جدا جدا، وهي البنفسجي اللي على اليسار بالأسفل، وهي بناء النماذج الأولية اللي هي بتسمى باللغة الإنجليزية البروتوتايب. طيب البروتوتايب يعني نعمل ديمو سيشن أو درس تجريبي بعد ما وصلنا للمشكلة وحددناها وافترضنا الحل المناسب لها. نستطيع أن نجمع عدد بسيط من الطلاب أو الطالبات ونقدم سولوشنز تعليمية، حلول تعليمية، من خلالها بنشوف ردة فعل هذه المجموعة الصغيرة، هل استجابت بشكل أفضل، هل هناك تحديات ينبغي أن نتجاوزها، ونأخذ منهم فيدباك أيضا. ثم نأتي في الأخير إلى الاختبار وتقويم النموذج كامل متكامل حتى نصل إلى تصميم تفكيري مناسب ومركز على عملية واحتياجات المتعلم. هذا هو الديزاين ثينكينج باختصار، التفكير التصميمي، وهذه محطاته باختصار أيضا، وهذا تفصيل لها أيضا إن أردنا مزيدا من التفصيل والعلاقات. فنجد أن التفكير التصميمي يبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الفهم اللي فيها مستويين التعاطف والتعرف، ثم نأتي إلى مرحلة اكتشاف المشكلة اللي بنصل فيها إلى تشكل الفكرة والمشكلة والنموذج الأولي، ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة الرئيسية وهي مرحلة التطبيق اللي بيكون فيها اختبار للحلول ومن ثم تنفيذ لهذه الحلول. اللي فهم يا جماعة واستوعب معنى التفكير التصميمي مشكورا يكتب رقم 1 في الشات بوكس، واللي عنده أي لبس أو اختلاط يكتب رقم 2 مشكورا. يعطيك العافية دكتور جهاد، أخ عبد الرحيم. أنا بحاول صراحة أفتح الكاميرا عندي، بس يبدو لي إن في مشكلة عندي أو الإنترنت كونكشن في إشكالية شوي، فالعذر والسموحة منكم يعني. يعطيكم العافية، شكرا لكم دكتور جمال، شكرا أستاذة إسراء شاكر، شكرا دكتورة فضة، بارك الله فيك، ومشاركتكم هي الأعظم، الله يعطيكم العافية. نأتي إلى المحطة الثالثة وهي الجيميفيكيشن. Gamification in education، اللي سمع عن المصطلح ده قبل كده يا جماعة فضلا لا أمرا يكتب في الشات بوكس رقم 1، واللي ما سمع يكتب رقم 2، ولا تجملون الله يجزاكم خير.
دكتور جهاد ودكتور سالي سمعوا، دكتورة فضة تقول ما سمعتش وبتقول اثنين 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 بتأكد، الأستاذ عبد الرحيم سمع، الأستاذة إسراء بتقول ما سمعتش. يعطيكم العافية وأشكر معكم وتشجيعكم لنا. الجيميفيكيشن ان education يا جماعة هو فعلا يعني خلينا نقول هو الماجيك، هو العصا السحرية اللي بتحرك أبنائنا وبناتنا الطلاب حتى الكبار منا للانكباب على الجوالات 24 ساعة، على الإلكترونيك جيمز، على الفيديو جيمز، على الألعاب الإلكترونية، لما تتميز فيه من تقنيات عالية جدا جذابة ومحفزة للاستمرار. فلذلك هذه التقنيات نحن نستطيع أن نوظفها وأن نستخدمها أيضا في العملية التعليمية، وهذا أحرى بنا. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. فكيف نستخدم الجيميفيكيشن إن إديوكيشن، التلعيب أو التعليم، هو مصطلح حديث طبعا، حتى باللغة الإنجليزية لو بحثنا عنه يمكن ما نجد في قواميس اللغة الإنجليزية. الجيميفيكيشن إن إديوكيشن باختصار مفهوم التلعيب هو استخدام كما ذكرت بعض عناصر الألعاب وآلياتها من شؤون الحياة المختلفة بمعنى آخر، جعل الحياة الحقيقية تحاكي الألعاب وليس جعل الألعاب تحاكي الحياة الحقيقية، بمعنى أن أنا أحفز طلابي وأحمسهم للتعلم كما يوجد هذا التحفيز في الألعاب الإلكترونية. فنجد أن بيكون وفي فيد أب ولايف أب، ونجد أن بيكون في ستيجز وليفلز، ونجد أن بيكون في يعني مراحل ومستويات وكيبورد. فلماذا لا نفعل هذا الشيء داخل الحصة أو داخل البرنامج التدريبي؟ نحن أولى بذلك. أهداف التلعيب طبعا ممتازة جدا، هي نمو ملكة التعبير والتغير، زيادة القدرة على الفهم والاستيعاب للطلاب. يقدم التلعيب الجماعي المجال لتقويم خلق المتعلم، بنقيم خلق المتعلم ان هو فعلا يكون عنده حماس ويكون عنده اندماج ويكون عنده تعاون ويكون عنده كولوبريشن ويكون عنده كوبريشن. ايضا بتساعد في تعزيز حل المشكلات وتنميه مهارات التفكير الابداعي. طريقه تصميم التلعيب في العمليه التعليميه باختصار، بنحدد الماده العلميه اللي عايزين نلعبها او نلوعبها، بنحدد الاهداف التعليميه للماده، المواد والاجهزه، تجريب التلعيب بغرض حل المشكله، يعني نطرح مشكله ونطرح على الطلاب هذه المشكله ونطلب منهم الحل، ونقوم التلعيب في تحقيق الاهداف. خصائص التلعيب اللي بيكون فيه تجميع للطلاب، بيعملوا بشكل جماعي، بيكون فيه تسجيل النقاط وحصد النقاط، بيكون فيه إدخال آلية التغذية الراجعة بشكل منظم، بيشجع التواصل بين الطلاب أو اللاعبين، وبيسمح أيضا بتفريد التعلم. وطبعا فيه تطبيقات جميلة جدا نستطيع نحن نوظفها في عملية التلعيب زي كاهوت وديولينجو وغيرها من ونير بود وغيرها من وكلاس ديج وغيرها من التطبيقات اللي احنا ممكن نعتمد فيها في عملية التلعيب. هذا هو مفهوم التلعيب، وهذه أهدافه، وهذه خصائصه، وهذه هي طريقته، وهذه هي تطبيقاته. نجد أيضا الكثير من المنصات التعليمية والكثير من المدارس بتلعب الطلاب وتحفزهم للتعلم كائن نجاح Success Partners. فنجد ان كل طالب على المنصه الالكترونيه بيكون ليه كارد، وكل كارد بيكون ليه نقاط، وكل يوم بعد يوم من مشاركه الطالب وحل الواجبات والتعليق على فيديو للمعلم واضافه تعليق وتعليم غيره ورفعه لفيديو يشرح محتوى تعليم معين، فتزيد عنده النقاط وتزيد البطاقه لديه من رصيد، يستطيع ان يذهب الى شركاء النجاح ويتفسح ويلعب وياخذ وجبات بخصم مجاني وخصم حصري. فهنا يا جماعه اصبح عمليه تلعيب التعليم شكل واقعي وحياتي ويعيشه الطالب، يشترك في وقت الرياضه، وهذه ليست دعايه، ولكن فعلا علينا ان يكون لطلابنا نقاط تسجل في رصيدهم، ويكون لنا شركاء نجاح نشترك معهم ويقدموا خدماتهم ويستفيدوا من طلابنا كزبائن لهم، ونحن أيضا نستفيد بأن احنا حمسنا الطلاب للتعلم. اللي استوعب كيف نطبق الجيميفيكيشن ان إديوكيشن فضلا لا أمرا يكتب رقم واحد، واللي ما استوعب يكتب رقم الشات بوكس. الحمد لله دكتورة سالي يعطيك العافية.
دكتور جهاد شكرا لك ولتحميسك استاذ عبد الرحيم. الحمد لله، يعني الغالبيه استوعب. دكتور جمال يعطيك العافيه، الله يبارك فيك. ننتقل الان الى اخر محطه من محطات لقائنا، وهي التعلم العميق. يعني تحدث الدكتور جمال وتحدث الدكتور عائض والدكتور هشام عن عملية الأوتوميشن والديجيتاليزيشن والأونلاين ليرنينج والموك ليرنينج، فهنا لابد أن احنا نتكلم عن التقنية وكيف نوظف التقنية في تحسين الليرنر اكسبيرينس، تجربة المتعلم، بمصطلح التعلم العميق أو الديب ليرنينج. اللي سمع قبل كده عن مصطلح التعلم العميق يكتب رقم واحد، واللي ما سمع فضل الله أمرا يكتب رقم اثنين. وضعوني يا جماعة. اللي سمع عن الديب ليرنينج قبل كده التعلم العميق يكتب رقم واحد، واللي ما سمع فضل الله أمرا يكتب رقم اثنين. في حد بيلعب معانا وبيكتب على الليتشات على نوقف النوتيشن، نمسح الأول وبعد ما نمسح نوقف، لأن ممكن أحد يكتب دون أن يقصد. Disable annotation. أوكي، يعطيكم العافية، ما شاء الله عندنا بين من سمع وبين من لم يسمع. خلينا نوضح لحضراتكم ما هو الديب ليرنينج وكيف نستفيد منه في تحسين تجربة المتعلم، learner experience. بسم الله. باختصار، الذكاء الاصطناعي هو، يعني خلينا نقول، هو المرحلة الأولى اللي تطور فيها عملية الـ Artificial Intelligence أو Deep Learning. يعني فالDeep Learning أبوه الذكاء الاصطناعي، اللي هي عبارة عن برمجيات مؤتمتة لديها القدرة على الاستشعار والفهم واتخاذ القرارات. وتعلم الآلة هو الخطوة الثانية، فنجد الآن السيارة بلا قائد، ونجد الآن الطائرة بلا طيار. فهذه هي خوارزميات مبنية باستخدام نماذج رياضية لأتمتة اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات. ثم نأتي إلى التعلم العميق الديب ليرنينج، وهو المستوى المتقدم وأحد فروع تعلم الآلة، اللي بيستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية لإيجاد الروابط المباشرة والغير مباشرة بين المدخلات والمخرجات المطلوبة بشكل تلقائي بالاعتماد على كميات كبيرة من البيانات. واحد حيقول لي برضو ما فهمناش حاجة يا دكتور سرور، انت توهتنا الله يهديك. اقول لك طيب طيب طيب، الامر بسيط، خليك تشوف هذا المقطع سواء بعض حول مفهوم الديب ليرنينج. الله يعطيك العافية يا دكتور، شيء رائع وممتع، بس متبقي 5 دقائق إن شاء الله، خلاص الوقت المحدد إن شاء الله. يعطيك العافية، أبشر، خلاص بنلتزم بالموعد وننهي على 5 دقائق دكتور هشام، مالك إلا لطيب خطرك. لذلك من أهمية الديب ليرنينج إن إحنا نستخدم تقنية بيسموها الأوجمانتيد رياليتي، اللي هو الواقع المعزز، وده برضو يمكن من المصطلحات الجديدة علينا شوية، اللي هو بنستخدم فيها تطبيقات إلكترونية على الجوالات نستطيع إن إحنا نسد بها الثغرة بين التعليم النظري والتطبيقي، إن إحنا بنترجم فيها الواقع المعزز للنظرية البنائية إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه، اللي إحنا أيضا بنستطيع إن إحنا نحفز المتعلمين على المشاركة، لأنه بيجمع بين المتعة والمعرفة في نفس ذات الوقت. أيضا نستطيع أن نضيف تقنيات الواقع المعزز، تضيف لنا بعدا إضافيا جديدا لتدريس المفاهيم مقارنة بطرق التدريس التقليدية الأخرى، حتى نصل إلى غاية جميلة جدا، ويكسر جمود المنهاج الدراسي بإضافة الحس الحيوي والملموس والمرئي والمحسوس للأشياء. وفي الأخير نستطيع أن نرسخ بهذه الطريقة المعلومات عن طريق محاكاة، بمعنى أن الطالب يرى ويلمس ويشم المعلومة بدلا من أن يسمع عنها فقط. كيف نفعل ذلك؟ لدينا العديد من التطبيقات المجانية والبسيطة اللي بيعتمد عليها الأوجمانتيد رياليتي. هذه هي قائمة بأهم التطبيقات اللي ممكن تساعدنا كمعلمين وكمدربين في تحويل منهاجنا الدراسي الجامد إلى واقع ملموس يراه الطالب أمامه، يتحرك أمامه، يجد الحيوان يتحرك أمامه على الطاولة،
رباعي الأبعاد، كل هذا نستطيع أن نفعله من خلال هذه التطبيقات البسيطة. ولنا بفضل الله عز وجل السبق في الأوجمانتيد رياليتي والتعليم الغامر، فنجد أن هذا الشاب السعودي يحصد المركز الأول في العالم في مسابقة التعلم الغامر، وهذا هو رابط الخبر من جامعة تبوك، حاجة جميلة جدا ومشرفة جدا. باختصار يا جماعة، التعلم لا بد أن يكون رحلة يعيشها المتعلم ويستمتع بها حتى يستجيب لمخرجاتها ويحققها بقدر الإمكان. سعدت بكم في هذه الورقة البحثية السريعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أوصلت الفكرة. شكرا لكم على وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكرك جدا يا دكتور، رحلة ممتعة لأول مرة أن نروح رحلة بدون ما نستخدم أي وسائل مواصلات، ولكن فعلا رحلة أخذتنا من البداية إلى النهاية. لو دمجنا الكلمة بالدكتور مستشارنا الأستاذ عائد مع كلمتك وهو الجودة، حضرتك طلبت لازم يكون في جودة في المعلم، في جودة في المناهج، في جودة في الإداريين. لو دمجنا ما قاله الدكتور عائد مع الكلام اللي معاليك قلته، هنلاقي ان الفكره لازم يكون في جوده، ونتنبأ بالمستقبل، المستقبل اللي جاي زي ما حضرتك قلت العالم ماشي بهذه النقطه. كتير كلمه رائعه وانا شخصيا استفدت منها، بالذات انك الله حاولت يسعدك.